بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا كتاب جلال أفهام بفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. باب في ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. الثالث قوله سلام بالرفع، وهو سلموا عليه بالنصب. والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت وعدم التجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، أحسن من تحيتهم. فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع، نحن قلنا هنا الآن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، والله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهل إبراهيم عليه السلام حيا بأحسن من التحية التي حيته الملائكة بها؟ نعم، لأن التحية بالجملة الفعلية أقل من الجملة الإسمية. هم قالوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، هذا مفعول مطلق لجملة مقدرة نسلم عليك سلاما. هو قال سلام مبتدأ أي سلام عليكم، فلا شك أن الجملة الإسمية أرفع من الجملة الفعلية، ويكون بذلك هو قد رد عليهم بأفضل من تحيتهم. نعم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون ولم يعرفهم. المقصود بقوم منكرون أي غير معروفين لدينا، غير معروفين لدينا. نعم. احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف، لو قال ينفر الضيف. وهذا هو الأدب، إنا لنراك في سفاهة. وش رد عليهم؟ ما قال لهم أنتوا السفهاء وقللات الأدب، قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنا ماني سفيه، منتهت المشكلة. لذلك بعض الناس يظن أن في الرد بالمثل يكون قد انتصر بذلك، والأمر ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حديث فاطمة عند البخاري يقول يا فاطمة انظري كيف يصرف الله هو شتم قريش عني، يدعون مذمم واسمي محمد، كلما مر قالوا مذمم، والنبي ولا يرد عليهم، ليس مذمم يرد، يا أبو طويلة، أبو أربع عيون، يا خال، يا أبو أربع عيون يرد عليك، أنا أربع عيون، هي عينان وهذه نظارة، ما هي. فلذلك ما قال الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون لهم مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاد الإحراق طيبا. ولذلك لو أن كل كلب عوى ألقمته حجر لصار مثقال حجر بديناري. مو كل إنسان هذا يعطل لك المسير، يعطل لك الطريق، إن كل ما تكلم عليك تبعت ترد عليه، كل ما تكلم عليك ترد، لن تنتهي. والله عز وجل يقول ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، امشي في طريقك، الكلاب تعوي والقافلة تسير، أكرمكم الله. نعم. لو قال أنتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. الخامس أنه بنى الفعل المفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن. أيوة، اسم مفعول هذا، قال إذا قالوا قال سلام قوم منكرون، منكرون، أنكر ينكر منكر، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، اسم مفعول يسمى، هذا وقع على فعل الفاعل، يعني احنا ما نعرفكم، احنا ما نعرفكم، بس قال سلام قوم منكرون، ناس احنا ما نعرفكم بس، لكن ما أنزل عليهم أكثر من ذلك. نعم. وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. نعم. السادس، وهذا يديك فن التعامل مع الضيف، يعني شوف كيف هو صاحب الأوائل، هو أول من ضيف الضيفان، وأول من ذبح القربان، وأول من بنى لله بيتا ومكان، وأول من دعا إلى توحيد الرحمن، صاحب أوائل كثيرة وصاحب الروغتين عليه السلام. نعم. السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزل، والروغان هو الانصراف بهدوء، مو تتعشى ولا تنام خفيف، تشرب شاي ولا منك كيف، يدخل الضيف عندك لين يطفش من حياته، يحس انه متململ، متى ينقلع من وجهك؟ اي والله العظيم، ليس الجود ان تجود وما لديك كثير، ولكن الجود ان تجود وما لديك قليل.
لا خيل تهديها ولا المال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. هذا واحد ضيف إنسان عنده وراح جاب له الديك الرومي وجاب له ملوخية ورز، فالرجل كل ما يجي يمد يده على الديك يقوم المضيف يضرب يقول له كل من الشريفة، طفش قال له خلي لكم عدم الشرف هذا ولا مرة واحدة يا أخي. شو هذا سيبني أكل براحتي يا أخي. واللي بعض الناس لما تكرم الضيف لابد أن تجعل له أجمل الطعام أمامه، مو تخليه يتعنى لين يروح عشان يأكل من بعيد يحرج ومش الناس كلها طالع في وجهه. لا يا أخي المبارك، لابد أنك تجعل كل أجود نوع الطعام أمامه وأن تقوم بخدمته. قالوا وليس من المروءة أن يقوم الضيف ليغسل يديه، يقول لك وليس من المروءة أن يقوم الضيف للطعام، بل يأتي الطعام للضيف. عشان كده يقول لك عندنا مجلس مقلط، غلط، هذا غلط، العرب ما يعرفون هذا. الطعام يأتي للضيف، بل والمغسلة تأتي للضيف. في بعض الدول احنا زرناها وكده كنا ايام الدراسة، ليبيا هذه لما كنا في الدراسة والله المغسلة تيجي لحد حدنا، عندهم مغسلة كده وإبريق وكده وصابون وكل حاجة، ما تقوم أبد نهائيا. الأكل يجي عندك والمغسلة كل شيء يجي عندك لحد عدد. لا تقوم نهائيا تماما. نعم، ولا تجيز ولا بطيخ، كل هذا أشياء ما نعرفها احنا. جزاك الله خير، اقرأ يرحمك الله، اقرأ يرحمك الله. ليجيئهم بنزلهم، ها سمعت؟ ليجيئهم بنزلهم، يجيهم بالضيف، مش قوموا للمقلط وتعالوا قعدوا للمقلط وراحة وجاية. الأكل يجي لحد حد الضيف، جزاك الله خير. تكريمته 3 أيام بلياليهن، جائزته كما عند البخاري. نعم، والروغان هو الذهاب في اختفاء في خفة، ما يشعر بك أبدا الضيف أنت وين رايح، ما يشعر بك إلا أن كل شيء تجهز أمامه سبحان الله، ما تعطي أي إحا. قال ألا تأكلون، لأنه فأوجس منهم خيفة، لأنه قدمه لهم لقى يدهم أتمدد، فأوجس في نفسه خيفة، قال هذول أكيد يضمرون لي شر. كانت العرب إذا ضيفت الضيف ولم يأكل عرفت أنه يضمر وإيش يضمر شرا، لأنهم أتوه في صورة الإنس ولم يأتوه في صورة الملائكة النورانية. نعم، اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، فأوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، ما الفرق بينهما؟ فأوجس منهم خيفة، قيل ظهرت علامات الخوف على وجهه لأنهم ملائكة لن يضروه، أما موسى فجعل الخوف في نفسه ولم يبدو على ملامحه لأنه في موطن المناظرة والمحاربة مع عدوه، وظهور علامات الرهبة على وجهك أمام عدوك نوع من الانهزام. شوف جمال القرآن، تقديم والتأخير واللفظة لها، كل لفظة لها مكانها. فأوجس في نفسه خيفة، قال لك فين في نفسه، إنه موطن، هو موطن محاربة الآن، موطن عداوة، لو طلعت على وجهك علامات الارتباك دون من ايش من الهزيمة. وشر الهزيمة في المواطن المناظرة الهزيمة النفسية، لأنك إذا انهزمت نفسيا خلاص انهزمت في البرهان وفي الدليل. نعم، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له من يسمع ضيف، يسمع ضيف ناكلك ايش نعشيك ولا تنام خفيف، قعدنا احنا هنا. نعم، تفضل. ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام نحو ذلك، مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه فدل على أن ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الزوجة تسمى أهل. بعض الناس يقول لها إيش يا بنتي يا أمي، هي أمك دي أبو قردان، هي دي بنتك دي، يقول لك لا بس أنا بعمل كده رومانسية، لوجيك هي جاتك نيلة فيكم في اللوجيك بتاعك، من فين جبت الكلام ده أنت يا أمي؟ طلع يا أمي تعرف أنه ممكن تكون ظهار عليك الآن هذه وأنت وأنك أم ليش الله، هي دي أمك دي، الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم من الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، دي أختك يا بنتي بنتك. اعرف الرومانسية، شوف حياة النبي كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عشان تعرف الرومانسية، يا عائش يا كذا
مش يا أمي يا أختي يا بنتي منتك، كل هذه لا تجوز هذه الأشياء. الإنسان ينتبه لهذه الألفاظ يا أخواني. نعم، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتاج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله فجاء بعجل سمين، وجاء بعجل حنيذ، قيل سمين في خلقته حنيذ في طأهه، فجمع بين الخيرين، وهذا معناه أنك أنت تجود بأفضل ما عندك من غير كلفة لضيفك. نعيد، أن تجود بأفضل ما عندك من غير كلفة إلى الضيف، هذا هو أفضل شيء عندك. حتى الحاتم لما ما لقى شيء ذبح إيش الخيل حقه. نعم، دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء بنفسه ولم يبعثه مع خادمه. أيوة نعم، لكن لا مانع، هل هناك مانع أنك أنت تبعث الخادم؟ ما في مانع، لكن هذا يدلك على كرم الرجل، كرم النبي سبحان الله، أنه يخدم بنفسه لضيوفه. نعم، كله دخل في النية يا إخواني. هذا مسكين لا أجر له، ما عنده أجر، إن أنا والله عشان ما يشيلون حالي، ما يسووا بي، ما يفضحوني، يفضحوا بي، مسكين ما في مانع. قلنا الجود أن تجود ما لديك قليله اللي عندك. النبي ضيفوه بالتمر عليه الصلاة والسلام، ما في مانع، اللي عندك الجود من الموجود، لكن بإخلاص النية أن تكرمه، لأن الدين حض على إكرام الضيف، مو عشان بكرة خايف إنه إيش يشيلون حالك، رحنا له وما أكرمنا وما أكلنا وما جاب لنا وما أعطانا، هذا هو هنا ما له أجر مسكين. نعم، رب صائم ليس لا من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال ليس من قيامه التعب والنصب. هذه المشكلة العويصة، ولذلك قلنا كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل جليل حقرته النية. نعم، نريد أن نتعلم نحن نفعل، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إن شاء الله أجيب لك حتى تميز فول وأطعمتك بذلك. لو بكرة النهار رحت وكلمتني عند الناس أقول لهم والله يا أخي هذا الذي نحن نملكه، وهذا هو يعني جودنا، وهذا اللي احنا نقدر عليه، وهذا الذي نستطيع، والله عز وجل فوق سبع سماوات قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي دعي على طعام إهالة سنخة. عارف يعني ايه؟ يعني خبز وزيت مزنخ عليه الصلاة والسلام، وهذا سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، لذلك نشوف بعض العادات أنه الضيف تبادل في الإكرام، توصل عندك هذا ينهى عن مثل هذا الطعام. زي كذا جاء في الحديث الصحيح أنه ينهى عن طعام المتباريين، ينهى عن طعام المتباريين. إيه معنى طعام المتباريين؟ يعني ضيفتك بتيس أضيف الثاني بتيسين، ضيف بتيسين أضيف به بعير، ضيف بعير أضيف بخمسين، وهكذا. هذا لا تأكل عنده أبدا، ينهى عن طعام المتباريين، اللي كل رياء هذا. نعم، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعض منه، وهذا من تمام كرمه عليه الصلاة والسلام، أن يعطى للضيف عليه الصلاة والسلام أمامه كل شيء، والذي يبقى يأكله أهل البيت، الذي يبقى والذي يأكله أهل البيت. نعم، ما هو الفصل بين الكرم والإسراف؟ النية أول حاجة، النية هذا هو الأمر. الثاني أنك تأتي بالطعام الذي يكفي، معروف إيش اللي يكفي واحد وإيش اللي يكفي اثنين وإيش اللي يكفي عشرة، لكن لما تأتي بطعام عشرة لواحد هذا إسراف وليس كرم. الله براع البعض الأسرية يقدم ولا يبقى أكثر من الله. أي هذا هو الأصل فيه، إحنا قلنا النية، والأمر الثاني معروف ما تخطئه العين، معروف ما يكفي الواحد وما يكفي لأكثر من واحد. العاشر، العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.